السلام عليكم ورحمة الله. مليون تلميذ وتلميذة من مرحلة السادس الابتدائي ببغداد والمحافظات توجهوا صباح اليوم للمشاركة بالامتحانات الوزارية بدورها الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023. الامتحانات تبدأ بمادة التربية الإسلامية، تليها اللغة العربية، ثم الإنجليزية والرياضيات والاجتماعيات والعلوم، وبشكل متتالي لمدة أسبوع من 21 إلى 27 من آيار الحالي. طبعا اليوم أول أيام امتحانات الصف السادس الابتدائي، تبدي امتحاناتهم أولا مادة التربية الإسلامية. يا رب النجاح والتوفيق، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. إن شاء الله النجاح والموفقية لكل طلابنا.